السواد يسيطر على الوسط الفني، رحيل 4 نجوم وانفصالات بالجملة في 25 يوم بس. المصائب لا تأتي فرادى، مقولة عاش تفاصيلها الوسط الفني خلال الأيام اللي فاتت. في أقل من 25 يوم تحول الوسط الفني لساحة عزاء، صباحا صلاة جنازة لفنان ومساء عزاء فنان آخر. وبدأت مشاهد الوداع مع رحيل الفنان عثمان محمد علي في 12 نوفمبر الماضي بعد صراع مع المرض، ليترك خلفه بنته الفنانة سلوى عثمان تستكمل تاريخه الفني الطويل من الأعمال تجاوزت 200 عمل. وبعد أيام قليلة ودع الجمهور والوسط الفني الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل بقينا 2. وقبل ما ينسى النجوم حزنهم على طارق عبد العزيز، اتفاجئ الجميع برحيل الفنان أشرف عبد الغفور بعد تعرضه لحادث، ليودع جمهوره بآخر أعماله مسلسل رشيد واللي جمعته ببنته الفنانة ريهام عبد الغفور. وبعد ساعات استقبل الوسط الفني خبر وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي بنت الراحل فريد شوقي والفنانة هدى سلطان عن عمر يناهز 73 عاماً. وما بين ألم الوداع والرحيل يأتي حزن الانفصالات بين ثنائيات الوسط الفني الأشهر. إعلان الفنان يوسف الشريف انفصاله عن زوجته إنجي علاء بعد زواج 14 سنة، وانفصال الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد بعد زواج استمر 4 سنوات.